الثانية عشر إلا ربع ظهرا. هكذا بدا المشهد في بعض المدارس غربي نينوى نتيجة إضراب المحاضرين المجانيين بعد المهلة التي حددتها الرابطة لوزارة التربية بإلزامها بتحويلهم إلى عقود وزارية إسوة ببقية أقرانهم في المحافظات الأخرى. العملية التربوية انهارت، فليسمع جميع المسؤولين. اتصالات من تربية نينوى يوم أمس، يوم الجمعة امتحانات لمحو الأمية، يوم أمس لبينا النداء وأيضا أصدرنا أمر بالتحاق المحاضرين في مراكز محو الأمية. مشينا يوم أمس واليوم وانتهت، اليوم لن نلتحق بالمدارس إلا بعد إبرام العقد. الرابطة دعت نواب نينوى إلى أخذ دورهم الحقيقي في استحصال حقوقهم، مؤكدين أنه في حال عدم استجابة الحكومة المركزية لهم سيكون هنالك إضراب مفتوح لحين الاستجابة لمطلبهم. تربية نينوى لليوم ما بدأت بإجراءات التعاقد مع المحاضرين على أمل انتظار كتاب من وزارة التربية، والوزارة خاطبة المالية، المالية ما رجع جواب لليوم. نحمل المسؤولية للنواب اللي هم نواب نينوى، تجاهلهم لهذا الملف، متابعتهم قليلة لهذا الملف إسوة بباقي المحافظات. إجراءاتنا القادمة هذا الإضراب سيستمر لأيام معينة لمجرد إيصال رسالة وليس ترك المدارس، وإن لم يكن هناك استجابة فعلية وواقعية من الحكومة المركزية سنعلن عن إضراب مفتوح لحين تحقيق مطالبنا. فيما أكد نواب عن نينوى أنه سيتم إدراج ملف المحاضرين المجانيين في حال إقرار موازنة عام 2020، مؤكدين أن المحافظات الأخرى التي صدر إقرار تحويلهم إلى عقود لم يتم تخصيص أي أموال لهم. عند ورود موازنة 2020 سيكون هناك مادة قانونية مضمونة في من أجل تحويلهم إلى عقود وزارية. لا يمكن أن حتى لو كانت محافظات أخرى صدرت قرارات بأنهم عقود وزارية لا يوجد تمويل. وبحسب الرابطة فإن أعداد المطربين يتجاوز 21,000 محاضر مجاني وقرابة 5,000 من الكتبة والحرفيين في محافظة نينوى، أي ما يشكل نسبة أكثر من 30% من كوادر التربية. من الموصل قاسم الزيدي، التغيير.